يعني للدكتور احمد ابو عبله، تواصلت معاه وبعت لي الملف الكامل بتاع اوكي المنشطات او المواد المحظوره اللي مبعوثه للانديه كامله، ف للانديه. لكل الانديه المصريه، عشان كل دكتور نادي يكون عارف ايه المحظوره، المواد المحظوره. مسؤول التاريخ بقى بعتت انشاء، التاريخ مهم قوي. تاريخ بعتت يوم 25 ديسمبر. يوم 25 ديسمبر اللي فات. 25 ديسمبر. طب احكي لنا القصه. القصة كلها ان المنشطات دي احنا عبارة عن يعني، هل معاك احنا عاملين جدول بيها او حاجة؟ كل طيب حاجة حلو كاملة. جدا. الاول المنشطات دي اسمها جدول حتى ومحاضرة كاملة وكل المواد كاملة، حتى في يعني في ادوية الناس هتتفاجئ كمان ان هي من ضمن المنشطات. يعني اول الناس حاجة ولا اللاعبين؟ اللاعبين يعني. دي للاعبين يعني الناس العادية تاخد. دي اللاعبين، لعيبة كرة القدم، كرة السلة، كل الرياضيين بصفة عامة يعني. ادي قدامنا اهو قائمة المحظورات بالاسماء التجارية الرسمية في مصر لعام 2022 للاعبي كرة القدم، السلة، اليد، الطايرة، الرياضيين بصفة عامة. حلو جدا. أنت جايب منين بقى الحاجات دي؟ معلش مصدرك فيها إيه؟ ده الدكتور أحمد أبو عبد. دكتور أحمد أبو عبد. أوكي. نفس المحاضرة اللي مبعوثة لكل رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي. رئيس الجهاز الطبي في النادي الأهلي. أوكي. المحاضرة اللي مبعوثة لكل الأندية، لدكاترة الأندية اللي في الدوري المصري يعني. ماشي. أول حاجة إيه تعريف المنشطات؟ عشان الناس تكون عارفة، أو إمتى بنقول إن اللعيب ده واخد منشط. أيوه. أول حاجة وجود مادة محظورة اللي هي المحظورة. أول حاجة لما حد يقول عليه أول حاجة تتقال إن هو لما حد يقول عليه إن هو بياخد منشطات أو بياخد مخدرات، فدي معناها إن هو ممكن يبقى بياخد. وجود مادة محظورة أو مستقبلاتها أو علاماتها في عينة الرياضي، يعني أنا هطلب منه عينة بول تطلع فيها المواد اللي إحنا هنقولها اللي هي المواد المحظورة. أوكي. الحاجة التانية استخدام أو محاولة استخدام رياضي لمادة أو طريقة محظورة. نفس الكلام برضو. التالتة دي مهمة قوي. تفضل. رفض أو عدم تقديم عينة للتحليل بعد الإخطار دون مبرر مقنع. يعني إيه؟ ينفعش واحد يقول مثلا إن ده واخد كذا وما يبعتش العينة، إجباري عليه إن هو لازم يبعت عينة اللاعب. تمام. وده يعني ده شفناه برضو في الفترة الأخيرة. النقطة الرابعة انتهاك المتطلبات المعمول بها فيما يتعلق بتوافر الرياضيين للاختبار خارج المنافسة. النقطة الخامسة برضو مهمة. لا ترجم عشان يعني احنا حاجة ان انت بما في ذلك عدم تقديم معلومات كافية عن مكان وجودهم. يعني ممكن حد يخبي ناس او يخبي العينة، او ممكن مثلا زي النقطة الخامسة بالظبط التلاعب او محاولة العبث بأي جزء من اجراءات مراقبة المنشطات. يعني واحد مثلا يخش الحمام يقول له مثلا هنعمل عينة مثلا، فيدخلوا حد تاني مكانه، أو العينة ما تبقاش بتاعة اللعيب ده. أوكي. يعني بتاعة لعيب تاني مثلا. بتاعة لعيب تاني، وواحد تاني يصحى يعمل العينة أو يجيبها مثلا معاه وهو جاي من البيت. طب كيف يمكن التأكد من كل هذه الأمور؟ المفروض إن في حد، في مختص بيخش معاه. مختص بيخش معاه وقدامه، ده زي التحليلات المعروفة يعني. والعينة دي بتتبعت لأسبانيا في الآخر. أوكي. لبرشلونة يعني. الحاجة اللي بعد كده حيازة كان في تونس أنا على ما أتذكر. دلوقتي في برشلونة. في برشلونة. حيازة مواد أو طرق ممنوعة، البابة اللي هو الإتجار لو حد بيتاجر طبعا في المواد المحظورة أو في المخدرات، محاولة طبعاً. إعطاء أو المساعدة، التواطؤ المتعمد لو حد بيتستر أو عارف إن في حد مثلا بياخد منشطات بيتواطأ معاه، بعد كده التعاون أو التعامل أو وجود أي علاقة ذات صلة بالرياضي. ده بصفة مختصرة كده. كم واحدة المفروض؟ 10 حاجات. المفروض يحط رقم 11 والله العظيم. والله المفروض يحط رقم 11. يبقى خليني اكلم دكتور احمد ابو عبله بعد الحلقه، هكلم دكتور احمد ابو عبله يعمل اقتراح على ان حد يبلغ على حد على الهوا. مش ده حصل؟ حصل. طيب يبقى ما ممكن جدا يعني اعتراف مسؤول على ان انا عندي. تخيل احنا كده بقول لك ان احمد ثابت وكريم سعيد يا جماعه تعالوا اكشفوا عليهم، نسحب عينه على طول. في نقطه البعض اتكلم فيها بالنسبه لمحمد بركات او كابتن محمد بركات. لا بركات قصه. ان هو ان هو انا ممكن احكيها. اتفضل. لا اتفضل انت، انا بهزر. البند بتاع طبعا كابتن محمد بركات كان عنده الغده الدرقيه. في حد تاني كمان. الغده الدرقيه يا جماعه ده مرض لازم العيان ياخد كل يوم القرص بتاعه، سواء عنده الغده عاليه او الغده يعني هايبر ثايرويديزم او هايبو ثايرويديزم، فلازم ياخد كل يوم القرص، لو ما خدوش بيحصل الخلل في الوظائف. وبالتالي هنا المعيار الدولي لإعفاء الاستخدام الدولي بيقول لك إيه؟ يجوز منح رياضي الإعفاء إذا تم استيفاء المعايير التالية، اللي هو إيه؟ أن عدم العلاج سيكون له تأثير ضار على الصحة. يعني لو اللعيب ده ما خدش دواء الغدة الدرقية، الغدة الدرقية بتاعته إيه؟ وهو ده اللي يتوافق مع حالة كابتن محمد بركات. يعني ده نفس حالته اللي هو مثلا دواء الغدة غير منشط.
طبعا يعني نفس الحال انه لا يؤدي استخدامه. هو دواء الغده مش موجود اصلا في المنشطات دلوقتي. مش منشط دلوقتي، لكن ايامها كان موجود. كان موجود ساعتها ساعه لما سعد بركات، اصل احنا حضرنا يعني، انا كنت معاهم في القصص دي. ان بركات لما كده تقريبا مثلا بيبقى شايل جزء كبير من الغده. فهو بياخد الدواء ده، هيفضل ياخده طول حياته، ما ينفعش يوقفه. وبيعمل على طول تحاليل والتي 3 والتي 4 والتي اس اتش على طول بصفه مستمره يعني. فده واحد دكتور. واحد كل يوم لازم هياخد الدواء ده، فده ليه تصريح طبي. تمام. فتعالى ده حصل، هذه الحاله تماما حصلت كلها مع محمد بركات. وخد تصريح طبي من الفيفا لغايه لما بطل. تمام. تعالى نشوف بقى المواد. ايه المواد اللي هي الممنوع تناولها او المحظورات الموجوده في القائمه الحاليه للاعبين الموجودين في الرياضه المصريه بصفه عامه؟ اول حاجه، في حاجه اسمها الانابوليك هرمون، الهرمونات اللي هي الانابوليك اللي هي زي الانسولين كده. اشهر ماده فيهم اللي هي الدنازول والتستوستيرون والجي اتش طبعا والال اتش. دي بعض الهرمونات الموجوده اللي بعض الناس اللي هي في الجيم بتاخدها. مشهوره قوي ان هي بياخد مثلا جروس هرمون، بياخد تستوستيرون، بياخد الحاجات دي. دي موجوده في الجيم، بتبقى ممنوعه. المجموعه الثانيه، في بعض الفيتامينات. اشهر فيتامين ممنوع وموجود في قائمه المحظورات اللي هو الميثايل تستوستيرون. دي المجموعه الثانيه. المجموعه الثالثه، ادويه الكحه اللي هي زي ادويه الازمه، عين الازمه، او حد عنده ربو شعبي او كده بياخد مثلا ايه الاولفنت وبياخد الحاجات دي. فطبعا دي بتبقى من المحظورات. فلو دي كده طبعا للرياضيين. للرياضيين. بص الكريم ليه زعيم؟ لا، عشان هو طبعا هيقول بعض الادويه اللي الاطفال بياخدوها الحاجات دي للرياضيين. طبعا للرياضيين يعني. غير كده برضو حاجه زي اللازكس. اللازكس ده دواء مضر للبول مثلا، فطبعا ده برضو موجود من دايمه من قائمه المحظورات للرياضيين. في حاجات برضو، ادويه التخسيس، ودي مشكله عند اللعيبه كتير. لعيبه كتير جدا في الدوري المصري بيعاني من وزنه زايد، بنشوفها كتير جدا، فبيضطر ياخد ادويه التخسيس. فانت لازم تتاكد ان القائمه، لازم تتاكد من طبيب الفريق ان ده مثلا مش دواء تخسيس، بدون ذكر بقى اسماء الادويه يعني. الدواء التخسيس ده لازم تتاكد ان هو مش هو الدواء ده قبل ما تاخده يعني، عشان في ادويه تخسيس من الحاجات اللي هي برضو بتبقى من المنشطات. لك بدون ذكر اسمه. تعال يا عبد السمير، تعال اتفضل. يلا، انا لقيت كريم بيضحك ففهمت على طول. يلا اتفضل. في كمان روح. في كمان ادويه بس. في ادويه تانية بقى، علاج الضغط الدم والشلل الرعاش، ادويه حاجات تانية، وادويه البرد. أيوة. بس اي دواء برد بيبقى فيه ماده الايفيدرين، بدون ذكر الاسماء، بس اي تشوف في العلبه مكتوب عليه ايفيدرين في الماده الفعاله ده برضو بيبقى منشط للرياضيين او لاعيبه كره القدم. فده باختصار كده دي محاضره طبيه سريعه علشان الرياضيين خلال بس الفتره بس في حته بس اختم بيها، ان احنا بنطالب المنظمه المصريه، قال لك ما حدش، احنا ما ناخدش اوامرنا من حد، واحنا منظمه مستقله اوكي، لكن الحقيقه المبادره اللي انا قلتها، قلت ايه يا جماعه؟ انا قلت يا جماعه عايزين دوري بدون منشطات. ادي القصه. وكان في، فانا كان بالنسبه لي ان انا مباراه، وجهه نظري ان مباراه اهلي وزمالك مفيش احسن من كده، العالم كله هيتكلم عنها. فلما اللعيبه تحس ان المنظمه نزلت في مباراه اهلي وزمالك، فبالتالي هتخاف بقى بعد كده. صح. وكانت دي كانت وجهه نظري يعني. كان في لائحه في بدايه الدوري ان كل نادي هيدفع 100,000 جنيه. حلو. عشان مكافحه المنشطات دي، اختبار مكافحه المنشطات. ما هو ده اللي انا قلته، مش فلوس. فانت اللائحه دي مدفوعه، فانت هم بيتكلموا بس البيان اللي نزل على موقع في الجول ده، اللي هو بيقول ان هم بينزلوا عشوائي، ما بيعملوش بكشف دوري، وان هم يعني بيجوا بطريقه فجائيه، ما ينفعش ان انت تقول عشان اللعيبه تبقى منع. ده قصدهم يعني من اللي مكتوب في الموقع. أيوه. بس احنا بنطالب ان ده مباراه قمه، ومباراه بتبقى حاسمه للدوري. فيا ريت يكون فيها كشف على الفرقتين، اتنين لعيبه من هنا. مش طبعا انت مش هتكشف على الفريق كله، انت هتاخد عينه عشوائيه، تختار اتنين من هنا واتنين من هنا. صح. بس بحيث ان حتى لو عايز تاخد اجهزه فنيه خد، لو عايز تاخد اجهزه اداريه خد، اي حد من الاهلي، لو عايز تاخد ناس من المقصوره خد، يعني صح. احنا بالنسبه لنا ما عنديش مشكله. صح. اي اتنين بتبقى عينه عشوائيه من هنا وعينه مش، بحيث ان الناس تبقى عارفه سواء من هنا او من هنا ان في لجنه جايه. بتضحك. لان دي مباراه القمه. بس عادي يعني. ماشي. اتفضل يا كمل. لا كمل. فده احنا بنطالب يعني المنظمه ان هي اتمنى، نتمنى، وده يعني ده حاجه مهمه جدا، ان احنا عايزين دوري خالي من المنشطات.